الموظفين هم موظفين بتاعين ترجمة، باعتبار في السنة تطلع أكثر من 120 ألف ورقة من الـ ITU، والورقة دور 6 لأنه في 6 لغات، لكن هو أكبر كثير. وظيفتنا إحنا إنه نشوف التيرمز الجديدة وبعدين تعمل كوردينيشن مع المجموعة العربية، إنه مثلا آخر كان آخر إيشو اللي هو الترجمة بتاعت بريامبل. بريامبل كان مترجمة تقديم أو تمهيد. ايوه هي كوي لو شوف اللي كان ايوه حتلقى في عام التمهيد، لكن تمهيد الكلمه اقرب ليها مثلا اللي هي بريفير. في انفل كان قال هي ديباجه، انا ديباجه بتطرح اول مره كيف بتاع ديباجه كيف معاك المطلق ديباجه. انا كان مره اول مره اسمع والله انا ما اعرف انا مش نرجع للمجموعه انا خلاص بدات من قرار نرجع للمجموعه بس انا قال لي ديباجه هي 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 انا كنت اتوقع انه التمهيد ما صحيح اكيد ما عارف شنو الكلمة لا لكن بعد ذلك بقت دبي دي المشاكل اللي بتصير والآن قلت لي فاقيات يا أخوانا لو في كلمة مترجمة غلط أو يعني الطرفين ما فهمتها نفس الفهم ممكن تعمل مشاكل وديسبيوت كبير جدا وعارفين طبعا لو حصل ديسبيوت فينا مثلا بين واحد بين سيم الأوبريتر التحكيم حتكون برا في لندن وفلوس كثيرة وتكلفة لكن لو من الأول اتخذت الاتفاقات والناس فهمتها بتحميلها من كثير من الديسبيوت الممكن ممكن تحصل في قصد المس اندرستاند. في مجهود كبير يتعمل في القطاع بتاع التي في غالبا اللي هو الموضوع بتاع الاي بي بيتمسوا وتجد حاطاره هنا باعتبار واحده من المشاريع اللي تلفلت بالتعاون مع الاي تي يو. طبعا ضد الاي تي يو تي مهتم بمجموعه كبيره مواضيع زي الاي تي يو تي. واحده من الدرس في السودان كانت الاي بي 6 اللي هو الاصدار الثالث من بروتوكول الانترنت. طبعا عارفين انه الاي بي بي 4 هو انتهى من العالم، الايان اعلن في 2011 فبراير 2011 يعني قبل سنه من الليله انه ما عندها ثاني اي بي ادريس. الباقي عند السيرفر يعني القرار والتدريب عندهم والباقي في العالم. حيجي يوم حيقبل. طيب بعد ما يقبل ما حيكون في استخدام، ما حيكون في مستخدمين في ذلك الانترنت. وعارفين انه العالم كان 7.5 مليار والاي بي 4 كان بس 4.2 يعني لو اي واحد في العالم طلب عنوان ما حد يرديه لكن العالم تجي انه يعمل اي بي 6 بسبيس بارينج اوسع. الاي تي كان عنده انشيتيفز كثيره في الاي بي 6 واتعملت اول جروب اللي هو الاي تي يو اي بي 6 جروب وتو رئيسه لعربي لواحد من الامارات محمد الخميس. لو شفتوا المجموعة دي هي فلو بعد أربع اجتماعات هي عملت الحياة الدائرة ولكن طبعا هي مجموعة بتتكلم تحط لها تيرم بريفرنس أول ما أجد التيرم بريفرنس خلاص الجروب هي بتنتهي وتشوف المرحلة اللي بعديها. المرحلة اللي بعديها كان في هي إنه تبدأ المجموعة تابعة للكونسل اللي هو أعلى ليفل في الأي بي. تبدأ مجموعة للإنترنت ريزنج يوز مع الأي بي 6 للإنترنت ريزنج يوز بعد حياة ثانية في عناوين ثانية الدومين والايس نمبر وحاجات زي دي كلها بتكتب على الكونسل. مجموعه طبعا من الدراسات اتعملت انه كيف نقدر نعمل ديبلويمنت في الاي بي 6 في الدول الناميه والدول المتقدمه، كيف نقدر نعمل الميجريشن بدون ما ناثر على السيرفيس، لانه للاسف التو اي بي التو بروتوكول ما كومباتيبل مع بعض، يعني ممكن نشغلهم الاثنين مع بعض، ممكن واحد يشوف الثاني. عشان كده يعني حنعمل شنو؟ حنقول نعمل شوت داون زي بي 4 ونعمل ستارتنج فيزيتس، فمستحيل انا حنوقف السيرفيس عشان ما نوقف السيرفيس دي لازم يكون في ميجريشن بلان. الخطه بتاعت انتقال كان عندنا خطه من خمس سنين المفروض لحد 2015 نكون احنا دول الثالث، يعني ندعم الاي بي 4 والاي بي 6 وظل مشينا اكثر من المتوقع باعتبار في اخر اجتماع في ابل نيكس كل الناس كانوا مشاركين في الاجتماع كانوا طالعين انترنت بناتج اي بي بي 6 يعني اي بي بي 6 من جهازه لحد موقع جوجل او فيسبوك او طبعا كل المواقع دي تقوم باي بي بي 6. لو شفت الموقع بتاع فيسبوك حاول يقول اي بي بي 6 بتاع فيسبوك هتلاقيه فيسبوك صح؟ شوفوا لطيفه. طيب ده القطاع بتاع الثاني اللي هو الستاندرزيشن. في القطاع الثالث اللي هو الديفلوبمنت وظيفته انه كيف يدعم القطاعين فاينانشال زي مثلا الاي تي
انه كيف تقدر تدعم القطاع ده. هو نفسه ما عنده مشاريع بيعملها، لكن هو بيشوف مشاريع القطاعات الثانيه او مشاريع المكاتب الاقليميه الخمسه او الثمانيه وينفذ المشاريع، يعمل بروجكت بلان ويوفر الفند عشان يقدر بعد كده يتاكد من النتائج اللي هي دي مكون منها القطاع البي بي تي او الاي تي يو دي ورئيس الولايه مثاله افريقي لكن ما متاكد من وين، برضه السكرتير الجامعي الافريقي من مالي ده ما متاكد من وين، افريقيا ما متاكد من وين، وهو كان في زياره لنا هنا الاسبوع اللي فات والحمد لله طلعنا بكم مشروع هم حينفذوا لنا هنا، ابتداء واحد منهم اللي هو التست لاب بتاع الاي بي بي 6 حق ريجونال، يعني لما كنا السودان طبعا احنا في 2011 درجنا 347 دول سوداني ووقف بعد ذاك التدريب في زيارة الأمير مثلاً، عرضنا لهم الإفقا ريجيونال إنه يخدم المنطقة العربية والمنطقة الإفريقية بس واجهتنا في مشكلة المنطقة الإفريقية اللي هي الفرنسي، لأنه أكثر من 70% من الدول تتكلم لغة فرنسية ونحن اللغة الفرنسية بعيدة جدا من ناحية لكن أكيد ممكن نخدم جيراننا، يعني عندنا دول حتكون مفروض قريب شهر 3 أو شهر 4 للدول المجاورة لنا باعتبار ما في سنتر زي ده في أفريقيا ورا العرب. السنتر الوحيد الثاني في العالم في ماليزيا، طبعا الأمريكا عندهم والأوروبيين عندهم، لكن في الديفلوبمنت في ماليزيا وإحنا لازم نجيبناهم من الماليزيين. في الحالة زي دي الدورات اللي تكون مفتوحة يعني الطلاب ممكن يشاركوا فيها ولا سيلكتد جست؟ لا احنا لما عملناها في 2013 كان قلنا انه نص المشاركين كلهم مستخدمين 300 شخص، قلنا 150 حنشوفهم من الجهات الحكومية اللي هي هم الاي تي يو مانجرز في الجهات الحكومية ونصها حنخليها فيرست كم فيرست سيرف، تعلمنا في اللوب فايل وغطينا ايميل ادريس، بعد ذاك بيجي تكتب طبعا يعني زي فقره كده هو لازم تكون طبعا عارف يعني الاي بي ويعني التليفون في تدينا ساكت تكتب حبه بدون في زي ما تكتب الكلام لو لقيته كلام غريب في نفسه خلاص سلكت هذول زي الغريب جانا طبيب يعني دكتور طبيب دكتور شباب في مستشفى الجزيره هيثم مكاوي الناس قاعد لا هيثم مكاوي وهو انترنت جدا في الموضوع حتى اللي دايما قاعد تراجع يعني هو طبيب وكان الكلام كويس طيب ده علاقته شنو بالموضوع؟ في النهاية اوكي قالوا تعال اتدرب لكن شكله هو مهتم بالاتيتيود ده يشوف كيف يقدر ينفذ مشاريع في القطاع بتاع الدول الافريقية الناطقة بالفرنسية هل فعلا بيسوى 70% يعني في خلينا نقول بالناطقة بالانجليزية لا هي الناطقة بالفرنسية اكثر ال 70% دي اللي هو الدول الفيرست لانجوج فرنش والسكند لانجوج فرنش دي الاخر يعني هم اللي بيتكلموا انجليزي اول لغتهم الثانيه فرنسيه وده اللي بيمثل الاغلبيه عشان كده بنقول لهم فرنسي احسن. احنا كان مرشح دكتور سليمان للاي تي يو فشل مع انه هو كان الهاي بروفايل قاري معهد في لندن وعامل ماستر وين يعني هو كان الفيرست بروفايل لكن لانه اللغه الفرنسيه بتاعته زيرو او بس فعلا ثلاث اربع كلمات هو فشل في انه يبقى الاي تي يو اللي هو السكرتري جنرال للاتحاد الافريقي للاتصال بس باللغه الفرنسيه، لان 70% من الدول الافريقيه بتفضل الفرنسي او هي الفيرست لانجوج اللي مو فرنسي السكند لانجوج فرنسي عشان كده الفرنسي ترجع. طيب قطاع الاي تي يو دي في تو ستادي جروب واحده مهمتها انه تقيم المشاريع تقييم المشاريع تجيها من القطاعين او من المكاتب الثانيه وتوفر لها فاندنج كده وواحده مهمتها تجمع الستاتستكس عن الاي تي سي في العالم ويتعامل زي بورتل بيحطوا فيه كل المؤشرات بتاعت الاي تي سي في كل الدول السودان هنا انا مشيت اول اجتماع في 2006 لكن بعد ذلك مشت لقسم ثاني او اداره ثانيه بقوا هو مهتم بالموضوع يعني حتى عدد التلفزيونات والراديو تلقاها في البيوت كمستخدم للانترنت في البلد اظن وصلنا 4 مليون مستخدم او 5 مليون مستخدم الانترناشونال باندوز طالعة من البلد كم وبتمشي لوين يعني شنو السيرفيس في الانترنت اللي احنا مستخدمينها الكثره دي كلها بنلقاها في الستاتستكس اللي بتعملها السكند جروب ستادي جروب في الاي تي يو دي وعندنا مصطفى احمد علي مهندس مصطفى احمد علي هو فايس تشيرمان في ستادي جروب 2 في الاي تي يو دي. طيب دي لمحه عامه عن القطاعات الثلاثه ده
الاتحاد دول الفرق وقطر جروب وكل واحد فيهم مهم وكده. نجي الموضوع بتاع الممبرشيب. كيف نقدر نشارك نشترك ونشارك وشنو هي البنفيتس والكوست طبعا. باعتبار الاتيو لانه هو UN agency هو non for profit طبعا من الاول.